الجهاز الفني منتخب مصر بيجي الحلم ده عند كابتن حلمي طولان برضه؟ شوف لا انا قصدي ان حضرتك بتسعى ليه، بس هل يعني بيجي هو شرف، شرف لاي حد انه يمسك منتخب مصر طبعا، لكن في التوقيت اللي احنا فيه ده عوامل كتيره جدا ما تساعدش. زي ايه؟ وانا بشفق على اي حد هيمسك منتخب مصر. الكواليتي، كواليتي اللعيبه، ايوه الامكانيات دي ما تنجحش، ما تساعدش. صدقني انا ببص بنظره يعني يمكن مختلفه شويه. طبعا يعني. طبعا شايف ان الامكانيات دي غير المنتخب اللي كان مع كابتن حسن شحاته خالص خالص. الامكانيات كانت مع كابتن حسن شحاته، لو قلت لك المهاجمين بتوع كابتن حسن شحاته لا اللي بره ال 23 اصلا، ايوه بس كان في ناس جامده حاجه. طبعا انت ما عندكش دكه، صح، انت ما تقدرش تحط دك بره عشان تغير لك شكل، تغير لك نتيجه خالص، صح خالص. فدي مشكله كبيره جدا. حلو. الكواليتي بتاع اللعيبه ذات نفسها، الجيل ده مش زي الجيل اللي قبليه. يعني الجيل ده، عشان الكلام ده اصله زعل الناس لما طلعت قلته، الجيل ده مش جيل عبقري، لا مش لا جيل عظيم في الكوره، لا لا خالص. اللي يزعل ليه؟ اصل اللي يزعل ده لما تقول حاجه مش حقيقيه، لا ده حقيقه، دي حقيقه. هي ناس اتاكدت الحقيقه في النسخه دي من بطوله افريقيا، الناس حتى اللي كانت معترضه على الجمله دي هو انت اتاكدوا خلاص. طيب حد مثل بسيط، ايه الفرق بين حسن عبد ربه والنني؟ لا فرق كبير. وهو النني محترف فين؟ في ارسنال، وحسني يعني حسني كان في الاسماعيلي، مش كده ولا ايه؟ يعني ده مثل بسيط. فرق كبير الحقيقه حسني من ايه الفرق بين سيد معوض وايمن اشرف اللي ما بيلعبش في مكانه وبيلعب سد باك بقى له سنتين؟ فرق كبير، مش كده ولا ايه؟ طبعا احمد فتحي والمحمد وائل جمعه واي مساك، زيدان صح. لا في كتير، تريكه وبركات عندك عمرو زكي، عندك ميدو، عندك متعب، عندك متعب، محمد زيدان وجدو. لا في كتير صح، وضع مختلف، خد بالك، جيل مختلف. وبعدين دي على فكره حجر الزاويه، اللاعب هو حجر الزاويه في العمليه اللي بسند عليه. ده هو الاساس، فاهم، لانه هو اللي بينفذ افكاري جوه الملعب. فحتى لو انا مدرب عبقري طبعا مش ممكن ما اقدرش اعمل حاجه مع جيل. انت لو انت ترزي مفيش زيك، لو انت مثلا فرزاتش واديتك حته قماشه دبلان زي ما بقول، هتعرف تعمل حاجه يعني. عمليه برضو عمليه صعبه يعني. حلو. فالله يكون في عون اللي جاي. اللي جاي.